هذا كتاب سنن النسائي بشرح الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي الذي توفي سنة 911 هجرية. هذا الكتاب طبع دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. في الصحيفة 226 الإمام السيوطي يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول: قال القرطبي: هذا أقرب بالرتبة والكرامة لا بالمسافة، لأنه منزه عن المكان والمساحة والزمان. وقال البدر بن الصاحب في تذكرته في الحديث: إشارة إلى نفي الجهة عن الله تعالى. هذا ما عليه كبار الأئمة، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.